مزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار روفائيل بوليس رئيس حزب مصر القومي. سيادة المستشار، بعد التحية، يعني أقل من 48 ساعة تفصلنا عن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وما زالت العملية الانتخابية تحصد إشادات المنظمات والبعثات الإقليمية والدولية. كيف ترى هذا الأمر وانعكاسه على نتيجة هذه الانتخابات؟ في الحقيقة الانتخابات الرئاسية التي تمت رائعة بكل المقاييس، وجميع دول العالم شهدت بذلك، الدول العربية والدول الأجنبية بما فيها الدول الأوروبية وأمريكا، كله شهد بنزاهة الانتخابات الرئاسية وبأن هذه العملية تمت بدون أي مشاكل على الساحة المصرية، سواء في داخل مصر، الانتخابات اللي تمت داخل مصر او الانتخابات اللي تمت في الدول الاوروبيه ودول العالم العربي، يعني في الخارج وفي الداخل. فهناك كان حضور كثيف من الساده الناخبين لإدلاء اصواتهم، والحقيقه ان يعني كلنا بنؤكد ان النتائج اللي سوف تعلن ترتضي بها جميع الأوساط، والهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت أمس بيانا إنها لم تتلقى أي اعتراضات أو شد من جانب اعتراضات من جانب المرشحين الرئيسيين. ذكرت فيه تحديدا إنها لم تتلقى أي تطعون أو تظلمات، صحيح، من السادة المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو من أي مواطن آخر. والهيئة عشان كده قررت عقد مؤتمر صحفي دولي الساعة 2 ظهر يوم الاثنين القادم الموافق 18/12 بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر للإعلان الرسمي عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، ومن المقرر إن شاء الله حضورنا كرئيس حزب ومعنا رؤساء الأحزاب، صحيح، هذا إن شاء المؤتمر الله الصحفي لمشاهدة ما يتم على أرض الواقع. سيادة المستشار، يعني هذه الإشادات من جانب المنظمات الإقليمية والدولية تظهر حسن التنظيم وإدارة ملف الانتخابات من الهيئة الوطنية للانتخابات. كيف ترى هذا الأمر وكيف كان شكل هذا التنظيم والذي جعل هذه المنظمات تصدر مثل هذا القرار؟ ونقطة أخرى، يعني حجم الإقبال أيضا على صناديق التصويت من جانب المصريين، كيف توقفت أمامه تقارير المنظمات الإقليمية والدولية؟ كانت هناك متابعة فعلية من جميع الأوساط، سواء المنظمات الإقليمية أو سواء المنظمات المحلية، كان هناك متابعة فعلية، ورأينا بأنفسنا كأحد رؤساء الأحزاب السياسية أن هناك حضور كثير من المواطنين الناخبين للأدلاء بأصواتهم في هذه العملية الانتخابية الرئاسية، وشهد بها القاصي والتاني، وده شيء يؤكد على أن العملية الانتخابية تمت بكل نزاهة وبكل شفافية، والدليل على ذلك أنها لم تحدث أي أو سمة مشاكل سواء داخل اللجان الانتخابية أو خارج اللجان الانتخابية، ولم تتلقى الهيئة أو أي جهة أخرى أي مشاكل. ونحن كحزب مصر القومي كنا هناك يعني لجنة مخصصة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، يعني غرفة عمليات في مقر الحزب، ولم نتلقى سمة مشكلة واحدة، وده شيء يؤكد على أن هذه العملية تمت بهدوء وفي شفافية تامة، وأن الشعب المصري العظيم بكل فئاته وانتماءاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية أيضا، يعني شفنا الكل حضر أمام اللجان الانتخابية وأدلى بأصواتهم في هذه الانتخابات الرئاسية، وده في شيء غير مسبوق لم يحدث في الانتخابات السابقة أيا كان نوعها، رئاسية أو برلمانية أو محلية أو خلافه. وأيضا يعني هذا الأمر هو انعكاس لحالة الديمقراطية الحاصلة في الشارع المصري من جانب هذه التقارير الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية. أشكرك جزيل الشكر المستشار روفائيل بوليس رئيس حزب مصر القومي.